في أبرز معالم أوروبا جمالاً وسحراً. فرنسا التي كانت بالأمس تعاني من غزو الجرذان وصراعها الأبدي مع القوارض والحشرات، وعلى بعد أشهر من احتضانها ملايين السياح الأجانب القادمين لحضور فعاليات الألعاب الأولمبية، تعاني أغلب مدن البلاد الخلابة من غزو حشرة بقي الفراش المصاصة للدماء في ظاهرة لم تعشها فرنسا منذ خمسينيات القرن العشرين. ظاهرة الانتشار الكبير للحشرات في الأماكن العامة أثارت حالة من الذعر والرعب للمواطنين، وتحركت السلطات الفرنسية في حملات لمواجهة هذا الوباء، وأصبح الحديث في فرنسا ومواقع التواصل الاجتماعي حول الظاهرة، وتصريحات مختلفة ومتضاربة للحكومة الفرنسية حول أن سبب انتشار البق هو المهاجرين. D'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France؟ الأمر الذي اعتبر عنصرية تجاه المهاجرين، والسؤال المطروح بعد أن أصبح بق الفراش مشكلة صحية الآن في فرنسا. هل تلغي فرنسا استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لـ 2024؟ تيلي بلوس، تميز ومصداقية.